يوم عاصف في لندن قرر فيه كثير من الطيارين إلغاء هبوطهم في مطار هيثرو، إلا أن ثقة وخبرة طيار سعودي خلته يقرر الهبوط. الكابتن طيار حسن الغامدي خص أخبار 24 بالتفاصيل. أنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى عندي الخبرة الطويلة في هذه الطائرة وفي هذا المطار، وهي اللي ساعدتني أن أنا أقدر أنزل الطيارة بالشكل اللي شفتوه. الناس كثير جو قالوا أن أنت خاطرت بحياة الركاب علشان عمل بطولي. لا والله، خلال عملية الهبوط عندي زر لإلغاء الهبوط في أي وقت، لما يقرب على المدرج ويشوف أن الطائرة في وضع غير مناسب أو أن الوضع الحاصل يفوق قدراته يضغط على الجو رامب وتقلع الطائرة مرة ثانية ويروح على مطار ثاني بديل. فلم تكن هناك أي مخاطرة ولم يكن هناك أي شيء في يضر السلامة. الغامدي عنده خبرة 8 سنوات في الطيران بأكثر من 600 ساعة طيران خلته يقاوم الرياح ويهبط باحترافية عالية. الركاب لم يشعروا بالعاصفة ولكن شعروا بالهبوط. المشرف على الكابينة بعد ما هبطنا دخل عندنا الكوكبيت وقال أنا ما أعرف مين اللي عمل الهبوط، هو الكابتن أو المساعد، ولكن أحب أقول لكم أن كلنا كنا قاعدين نصفق بعد ما هبطت الطائرة. الطيار حسن واحد من طيارين سعوديين كثير عندهم خبرة عالية وحصلوا على أعلى درجات التدريب والتأهيل اللي يخليهم يثيرون إعجاب العالم.